السلام عليكم، كنقترح عليكم واحد الكيك كنديرو، كان يجي لذيذ واخا ما فيهش بزاف، ما فيهش ني الخدمه كثيره ولا المقادير بزاف. هنا عندي 3 ديال البيض، كاس ديال السكر، ساشي ديال الفاني، معلقه صغيره ديال قشره ديال الليمون، وشويه ديال البلحه، الكاس ديال الزيت، والخميره ديال الكيك، واحد ساشي ديال 7 غرام، والطحين على حسب الخليط. فهنا كنضرب هو الاول البيض مع السنيده مع السكر والفاني، ما كنديرش الزيت دابا حيت الزيت ما كيخليش داك السكر يذوب دغيا، فكندير ليها الطريقه كتجي احسن. دابا كنزيد الزيت وكنضربو مزيان باش يندمج مع البيض. من بعد كنبدأ نزيد في الطحين، هنا درت سلافة صغيرة، كنديرها هي الاولى. من بعد كنبدا نزيد الطحين، ولكن زلافه صغيره، دوك الزليفات اللي كيهزوا تقريبا 2 معالق كبار ديال الطحين. المهم الطحين عينكم ميزانكم، لان كل طحين وكيفاش داير، ديما الطحين لواحد الطحين من الاحسن يعني كتزيدو على حسب الخليط. وعاد كنزيد زلافه اخرى والخميره، كنعاود نضرب مزيان. المهم نحس بالعجينه شويه واقفه، حيت الا كانت العجينه واقفه، ما الا كانت خفيفه تيقدر الكيك يتفش يعني يطفى لينا، لكن باش ما درنا العجينه شويه واقفه احسن. هنا كندهن المول ديال هذا، نورمالمون هاد المول ما كيلصقش، ولكن احتياط. من بعد كندهنو كنديرلو شويه ديال الطحين، وكندير فيه الكيك، وكندخلو الفران، وعاود الفران على حسب، كاين على حسب واش ديال الضو ولا ديال الفران ديال الغاز. المهم انا كندير هذا الفران الغاز، وما نديروش العافيه بزاف، ديما نردو البال العافيه، نقصو باش يطيب شويه عليه ويدخلو الطياب. هنا على ما يوجد الكيك كندير واحد الليمونه كنعصرها، وديك البابه ديالها اللي كتلصق لينا واللي كتبقى لينا في العصاره ما كنرميهاش، هي اللي كنصوب بها هاد لا كونفيتور، وكنعصر عليها شويه ديال الحامض باش تعطي شويه ديال الحموضه. وهنا تندير معها شويه شي تقريبا 3 المعالق ديال السكر، كما كتشوفوا كنطيبها مزيان. الكيك ها هو طاب، كما كتشوفوا كيجي فيه داك اللون ديال القشره ديال الليمون من الداخل، ودهنته بديك لا كونفيتور اللي صوبت ورشيتو بشويه ديال اللوز.